لمصلحة العباد، واجعل البركة فيكم يا حد عودنا منكم الدعم السريع في أي حتة بساعي وفي أي حتة مادي يده قدام. والشكر مرسول للغاية محمد حمدان دقلو، ربنا سبحانه وتعالى يجعله غاية يعني زي ما ماشي سير الماشي بلمسة على الناس والوقوف مع الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ قال لي أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. ربنا يجعل البركة فيكم، ربنا يعني يجعل النجاح حليفكم إن شاء الله والسعادة داركم، يوفق الكل ويجعل الأمن والأمان في بلدنا السودان.